القراءة فيها طاقات مائية كتير، طاقات نارية وترابية وهوائية، كل الطاقات موجودة، بس الأبراج موجود برج الجدي وبرج الجوزاء وفقط. وأنا حتى برضه بشوفه برج الجوزاء وبرضه برج الأسد، يعني بينفع برج الأسد وبرج الجوزاء. طيب تمام، خلينا نشوف طاقتك. طاقتك حكينا فيها إنه أنت حاليا بضربة حظ فايت مشروع، واحتمال لمنكم إنه أنتم مخلين هاي العلاقة للمصير، هو المصير اللي يحركها للأمام، أو مثلا إنه مثلا إشي من الله هو اللي يحرك هاي العلاقة. أنتم شايفين الشخص هذا متباعد، زي أخذ منكم على جنب وزعلان وقافل عليكم السوشيال ميديا أو قافل عليكم نهائيا، وهو مو مقرب ناحيتكم نهائيا. كمان هذا الشخص حاليا وضع الكوين اوف سورد، كانه حاطط حدود لكل شيء، قاطع مع علاقاته مع كل العالم، وعماله هلا بفكر بالمنطق والعقل. وكمان هو يمكن انسان عقلاني وكلامه حاد شوي، وعنده قراراته لا رجعته في قراراتي. كمان هذا الانسان يمكن يختلف عنكم من مدينه اخرى، من مسافه تانية. انسان هو ناضج، احتمال يكون اكبر منكم سنا، في فرق في العمر، في المسافه، واحتمال يكون من كجول اخر، من جنس اخر، من جنسيه اخرى، من طوائف اخرى، احتمال في فرق بيناتكم. طيب خلينا نشوف هذا الانسان شو مشاعره بيناتكم. وزعلان جدا جدا جدا، لانه حاسس انه انتو درتوا ظهركوا له وتركتوه وحيد. هو قاعد بيفكر في الذكريات كلياتها اللي بينكم، زعلان على فقدانكم جدا جدا. اعتقد في انفصال في هاي العلاقة، كأنه هذا الانسان شافكوا انكم لفيتوا ظهركوا له، ومثلا ما اعطتوه فرصة يصلح الكاسات اللي انكبت بيناتكم والذكريات اللي بيناتكم، لانه هو كل يوم تقريبا قاعد على الاطلال وبتذكر كل اشي صار بيناتكم، اي اشي، ذكريات حلوة، المشكلة اللي صارت، كل اشي قاعد بفكر فيه. هذا الانسان حزين جدا جدا من ناحيتكم. طب عقله الباطني، بدنا نشوف عقله الباطني. واو، الانسان هذا سلام عليكم. فبيحبكم جدا جدا، عقله الباطني متعلق فيكم، وبرضه عنده وسوسه في عقله الباطني، كانه يعني ما بيهدى، بفكر بزياده، عنده تعلق في موضوع ما او فيكم. انا شايف انه فيكم، لانه انا شايف انه عنده خطوه ناحيتكم. تفكيره 24 ساعة بفكر فيكم، لأنه برضه هو زعلان وقاعد على الذكريات من ناحيتكم، وبفكر في الذكريات اللي كانت واللي صارت وكل إشي صار. هذا الإنسان عقله الباطني مش مخليه يدرك إنه إنك أنت انفصلت عنه، مخليه هو بحالة الذكريات، بحالة توهان، يعني كأنه هو الإنسان هذا مش مدرك إنه هو انفصل عنكم نهائيا، فعنده عدم إدراك. وبعدين هذا الإنسان على فكرة بعت لك طاقة التفكير جدا، يعني يمكن هو ضغط عليك في التفكير، يمكن أنت بيخطر على بالك كتير هذا الإنسان، لأنه هو في عقله الباطني متعلق فيك جدا جدا، ومغلول جدا جدا إنك أنت كيف درت ظهرك إله وتركته وحيد وزعلان، لأنه عنده كوبايات انسكبت على الأرض، فهو زعلان بنفس الوقت، متعلق فيك بنفس الوقت، بفكر فيك، فهو تفكيره ما بيهدى نهائيا، العقل الباطني ما بيهدى كده. طب تفكيره الواعي، تفكيره الواعي هو بحاول إنه يجمع كل أفكاره هاي
وما يطلعها ما يظهرها نهائيا. اذا هو يعني لانه انا عندي هون طلع انه هو متباعد، انتم شايفينه متباعد وسكر هي الكاسة من ناحيتكم، فهو بحاول انه يمسك افكاره وبس بينه وبين نفسه وما يدير وجهه ويفرد هاي الافكار قدامكم او يحسسكم ايش بايش هو بفكر بالضبط. فهو ماسك هاي الافكار العصي كلياتها وماشي فيها لقدام، مع رغم انه تعبان في حملها لانه هو هون تعبان وهون تعبان، فهو تعبان جدا جدا. هذا الانسان مهلك التفكير فيه كشخص، يعني كانه بتحسر على الماضي والذكريات اللي كانت بيناتكم. فهو الافكار اللي بتجي زي الاسهم تنزل على راسه وهو بضل يجمع فيها، بس ما بده حدا يدرك شو هو بفكر بالضبط. كمان هو زي كأنه افكاره مشغوله بانها مثلا يجمع بين العمل وبينك وبين ناس معينين، في افكاره بس عقليا. يعني كيف مثلا انت بتفكر مثلا انا اشتقت لهذا الشخص، هو نفس الاشي بس ما بظهر هذا الشيء نهائيا، هو بيحاول يخبي هذا الاشي بس هو زي طافحة معه ونفسه يظهر هذا الاشي، بس بنفس الوقت شافك انه انت درت ظهرك للموضوع تركته يا برج الجوزاء. فهذا الانسان تعبان جدا، يعني جدا جدا ارهق التفكير فيك في الذكريات في الماضي. انسان كأنه بلف ظهره كل ما يجي يتذكرك او يطلع على الماضي تبعك، كأنه بيمسك افكاره بالغصب وبخدها وبتعب وبيحملها وبروح. طيب خلينا نشوف تفكير اللي حكينا عنه، خلينا نشوف شو المشكلة اللي بيناتكم. المشكلة اللي بيناتكم على فكرة في شخص منكم او انتو اتنين وقفتوا قدام بعض وقعدتوا تحاسبوا بعض على دخول طرف ثالث بيناتكم، او دخول شيء يخص العمل او شيء يخص العائلة. على فكرة هذا الانسان كأنه محاسبتك له او صراحتك له ازعجته، خلته يحافظ على افكاره او يحافظ على كلامه عشان هو ما يزعجك. لانه تقريبا المشكلة هو شايفه من نظره انك انت اجيت حاسبته على موضوع يمكن هو هذا الشخص اذاك فيه او حسيت انه غدرك فيه، فانت رحت وقلت له انت بصراحة عملت هيك، انت خنتني، دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت دخلت العائلة بيناتنا، انت يعني قعدت تحاسب فيه على كل اشي صار بيناتكم. فهذا الانسان لهلأ بفكر بكلامك اللي انت حكيت فيه ومش راضي يطلع من راسه هذا التفكير. فهذا الانسان حاليا هو شايف الاشي اللي واقف بيناتكم، انه الكلام اللي صار كأنه حاسك انت ما استشفيت اللي عمله فيك، انه انت زعلان ودرت ظهرك لهذا الانسان. اعتقد انه زعلك من هذا الانسان دخل طرف ثالث بيناتكم، او دخل امور عائلية، او مثلا هذا الانسان مثلا انت شايفه انه مؤدي المسؤولية، يحمل مسؤولية بيت اسرة. كمان انت شايفه كأنه اجى مثلا حكى لك سامحني، فقلت له لا انا كيف اسامحك، انت دخلت طرف ثالث بيناتنا، انت خنتني، انت تركتني بوقت مثلا تركتني بوقت انا مثلا كنت محتاجك فيه، فانت تركتني ورحت هيك. فهو شايفك انك انت اذا بده يجي ناحيتك بدك تقعد تحاسب فيه على الماضي كلياته، لانك انت واقف يعني اذا اجى ناحيتك بدك تحاسبه على الماضي. هو هيك شايفك، يعني اقل شيء هو نظرته لك هيك. طيب شو خطوته القادمة؟ الشخص هاد بده يرجع، بس هذا الشخص كأنه أول إشي بده يجرب خوف المحاسبة، أو هو بيستشفي حاليا من اللي صار فيه، عنده حالة استشفاء، استشفاء من يمكن من إدمان، يمكن هذا الشخص مدمن كحول أو مدمن تفكير أو مدمن على إشي،
فهو كأنه راح يستشفي هذا الشخص، خطوته انه بده يجي اللي أثر فيه معك كأنه بده يجي يعطيك إياه فيس تو فيس، يعني الند بالند، يعني الكاسة اللي أنت شربتها بده يشربك إياه، مش مثلا كاسة زعل أو إشي، لا كأنه بده يجي يعمل صفحة جديدة معك، بداية جديدة يمكن بلش فيها صداقة من ناحيتك، لأن هذا الإنسان خطوته ورجوع. إذا حدا بيسألني هذا الانفصال هل في رجوع أو في رجوع؟ أنا بحبك جدا هذا الإنسان، يعني جدا بفكر فيك جدا جدا، بفكر في الرجوع هذا الإنسان، يعني التفكير مش هدين عنده، حتى الباطني، العقل الباطني من ناحيتك، عقل الباطني بحبك يا أخي، شو بدك أكثر من هيك يعني؟ طيب خلينا نشوفك أنت يا برج الجوزاء، شو مشاعرك من ناحيته؟ وشو انت شايف المشكلة اللي بيناتكم وكيف تفكر فيه؟ خلينا نشوف مشارك من ناحية انت حس انه هو طاقم الشعلة تبعك. هكتبلكم في فرق بيناتكم، احتمال يكون هذا الانسان مستقر متزوج وهو مثلا زعلان لانه هو استقر مع شخص اخر، او هو مستقر وما في بايده حيلة انه يلف لكم لا يشوفكوا، لأنه هو هو زعلان على إنه خسركوا، لأنه هو مرتبط في أشياء تانية. كمان هذا الشخص أنت يا رب برج الجوزاء، كأنك أنت يا برج الجوزاء شايف إنه هو توأم الشعلة، هو لافرز، للدلافرز هو برجك يا برج الجوزاء. كمان أنت شايفه إنه هو متعلق فيه جسديا وعقليا، وعقلك متعلق فيه جدا، لانه انت عقلك الباطني يعني بتحبه حب، على فكرة انت بتحبه حب مش مشروط، يعني حتى لو بيختلف عنك في العادات في التقاليد في المسافة اي اختلاف توأم الشعلة، لانه هو بيكون مختلف عنك، احتمال انت تكون مرتبط، احتمال هو يكون مرتبط، يعني احتمال انت تكون متزوج يا برج الجوزاء او عندك ارتباطات غير هذا الشخص، وهو احتمال يكون هو اللي مرتبط وعنده اختيارات غيرك، بس هو يعني اذا انت تسألني هو بحبني نفس انا الحب اللي بحبه، وجدا جدا بحبك ومتأثر على غيابك، بيفكر فيك 24 ساعة، كأنه عنده انت مستقر في عقله الباطني في عقله الواعي، حتى هو بحاول انه يخبي هاي المشاعر، يخبي هذا التفكير، حتى هو متباعد عشان ما تشوفوا هو بشو مثلا بفكر، حتى لو حطيت لكم بلوكات هو حاطه لانه عشان انتوا ما تشوفوا مشاعره، ما تظهر مشاعره قدامكم. فانا شايفك انت يا برج الجوزاء برضه انت بتحبه جدا جدا، وكانك تنتظر انه يرجع، انت مستنيه يرجع هذا الشخص، مستني يصير مصالحه بيناتكم ومسامحه، وانا بعرف برج الجوزاء هو طيب وبسامح، يعني ما بهمه يعني، بس انا بعرف ان برج الجوزاء اذا سامح عن الخيانة بحس ان الشخص خلص مشكوك فيه، يعني برج الجوزاء ما بحب يعيش في الحيرة، يعني هو اصلا برج متحير. طيب هلا انت تفكيرك الواعي، انت هلا بتدور على استقرار مادي واستقرار عائلي، انت تفكيرك انه انت بدك استقرار وبدك حب وبدك تسامح وحب وثلاث يعني كروت ريحالة وبزيادة يعني، فانت عندك أمية انها تتحقق ان هذا الشخص يرجع ويصير فيه بينك استقرار وعائلة، لان اعتقد انه هيك هذا الحب فيه شوي نوع من انواع المستحيل انه يحصل مثلا استقرار الزواج، لهيك انت بتفكر في الاستقرار وفي الزواج. طب انت بنظرك بوجهة نظرك هذا الانسان كيف جرحك، او شو انت كيف شعورك بالمشكلة؟ انت شعورك بالمشكلة كأن هذا الانسان لهلأ انت مجروح من الاشي اللي عمله، وكأنك طالع يعني واقف على اجرك غصب عنك، لانه انت حاسس ان هذا الانسان غدر فيك، دخل علاقة تانية اثناء علاقته معك،
كمان هذا الإنسان أنت، عفوا أنت كأنك بتطلع عليه من بعيد وبتراقب فيه، بتشوف إيش بصير قاعد في حياته، وهل مثلا هذا الإنسان أخذ الكارما اللي بيستاهلها، مع إنك أنت عمالك يعني بتفكر إنه يرجع لك، بس كأنه أنت بدك إياه الطرف اللي دخل بيناتكو يتعبه زي ما هو تعبك، كأنك حاسس إنه في المشكلة تبعتك يمكن اللي يشفيك، العصاية الوحيدة اللي تشفيك رجوعه إنه يقول لك مثلا هذا الشخص أتعبني جدا وأنا ندمان عليك وأنا بحبك، وكأنه أنت قاعد هذا بتستنى في هذه اللحظة وأنت قاعد بتراقبه، ونفس الإشي هو بيراقب فيك وبطل عليك وبس تعب نفسك نفسه، نفس الإشي أنتوا اتنين تعبانين، مشاعركوا تعبانة، من ناحيتك تعبانة وأنت من ناحيته مشاعركوا تعبانة. طيب طيب شو الحل يا برج الجوزاء؟ بدنا نحل مع برج الجوزاء. الحل انه يا برج الجوزاء تطلع من الحيرة اللي انت فيها. اعتقد انت يا برج الجوزاء يمكن تقدم لك عرض زواج او استقرار، فانت محتار بين انه تضل على الماضي اللي تركك مثلا وغدرك او خانك او تركك عشان شخص اخر او تركك عشان العائلة او تركك اي كان، ولا تروح للاستقرار للعرض اللي جايك، لانه اعتقد انت يا برج الجوزاء جايك عرض وانت محتار فيه. كمان عندي احساس انه برضه في منكم يا برج الجوزاء انتوا اغلقتوا على هذا الشخص، يعني سكرتوا عليه مثلا السوشيال ميديا، سكرتوا مثلا اذا هو ساكن قبالك وسكرتوا الشبابيك قباله، هيك كانه انتوا مش مخلينه يشوفكوا او ظاهرين امامه، كانه هم يعني النصيحه او الحل للمشكله انه انت تطلع من الرابطه اللي انت فيها، الرابط اللي حاطط حالك فيها، لانه انت مسكر عليه، يمكن حاطط عليه بلوكات، ما بعرف انتوا بتعرفوا، بس كانك انت مبعد عنه متباعد، ولانك انت تارك الاشي مثلا للمصير انه يحله. فاذا انت مثلا حاطط عليه بلوكات او هذا ارفع عليه بلوكات اذا انت حابب طبعا تصلح العلاقة هاي، يعني افتح الابواب شوي، او اذا انت جايك عرض استقرار غير هذا الشخص بتقدر انه انت هلأ تحط لهذا العرض حدود، تختار وتريح بالك من التفكير، لانه انت شايف المشكله بالنسبه لك متعبتك جدا جدا، وكانك انت واقف في عين عليك على اجريك بالغصب، وهو واقف على اجريه بالغصب، وانتوا اثنين تعبانين من جهه بعض، بتحبوا بعض بس في شويه حجزات بيناتكم او اسوار عاليه انتوا مش قادرين تتعدوها. هون بيحكوا لك في انذار في العاصفه، انتبه يا برج الجوزاء. طب هلا بنشوف شو هو الانذار هذا في العاصفه. يمكن هذا الشخص انه بده يجيك غضبان، يمكن هلا بنشوف ايش. نقول لك الحب اللي انت شاركته هو حب لا يموت، يعني هذا الحب انا حاسة برضو هيك انه استحالة يموت، حتى لو داخل هذا الانسان استحالة يموت، لو حتى فيه رغم التعب والفرق بيناتكم، وفرق يمكن في فرق مستويات طبقات، يعني انتوا مثلا شايفكوا هذا الشخص انكم مثلا مرتاحين ماديا، مرتاحين اسريا، بس هذا الانسان هو حاسس انه هذا الحب ما راح يموت. هون بقول لكم هذا الحب هو الحب الحقيقي، هو الحب اللي ما راح يموت، يعني لانه في راجع لهذا الحب، عشان هيك تحضروا حالكم قلت الجوزاء لرجع زي هذا، وهذا الحب الذي لا يموت. كمان انا شايف في بعض منكم يا برج الجوزاء زي ما قلت لكم انتم معروض عليكم كمان عرض غير هذا الشخص، فانتم محتارين بيناتهم،
خلينا نشوف شو بيحكوا لنا هون. انت كأن الناس انت كأنك مستشار والناس تستشيرك. انت مستشار طبيعي ويستفيد الكثير من الناس من التوجيهات والطمأنينة. يعني انت كانت معروف برج الجوزاء انه هو الناس تيجي تستشيره رغم طيبته وهذا، بس هو جدع، فانت الناس تستشيرك، فانت استشير نفسك. يعني شوف شو بدك تعمل في هذا الموضوع، في الحيره اللي انت داخل فيها اطلع منها عشان هذا الموضوع يتحل. برج الجوزاء اليوم متكرر. طيب خلينا نشوف العاصفة اللي بنزلونا فيها، شو هي العاصفة اللي جاية يا برج الجوزاء؟ زي ما حكيت لكم، من هذا الانسان يجي مثلا يجي يواجهكم مثلا بقسوه او بعصبيه او بنرفزه، فهذا الانسان حضر حالكم رجوع، يعني رجوعه بقول لكم مثلا انه امسكوا على اعصابكم. كارت القوه والتسامح، انه هذا الانسان راح يجيكم، يمكن هذا الانسان يجيكم حامل هموم كثير، فمثلا كيف يحكي يجي في الشغل له فيكو، فهذا الانسان هيك بده يجي زي العاصفه بده يجي. فهو عشان هو من الماضي، رجوع من الماضي وتسامح، حضروا حالكم لهذا الموضوع لانه راح يصير مواجهات. انا بحس انه راح تصير محاسبه في هذا الموضوع. عندي احساس كمان انه هذا الانسان مش تيجي مثلا يحكي لك مثلا سامحنا على اللي صار، لا راح يصير نقاش حاد بيناتكم. فهذه العاصفة اللي راح تكون جايتك يا برج الجوزاء. مثل ما حكيت لكم هذا الشخص جاهز جاهز للمواجهة، لأن تقريبا هذا الشخص طلع من علاقة أتعبته، علاقة يمكن هذه العلاقة كانت أثناء أنتوا كنتوا موجودين معاه، فهذا الشخص كأنه بده يجي يفجر الموضوع قدامك. وآه مثلا أنا سويت وأنا خنتك وأنا هيك، فأنا ندمان، فشو الحل؟ أنا بدي أرجع، يعني هيك بدي يجي وبدك أنت هيك تطلع علي إنه واو، يعني جاي مثلا إنه وكأنك بدك كمان تحملني جميل لأنك راجع، فهيك راح تكون المواجهة هذه، يعني ما عندكم عاصفة لا تخافوا. طب خلينا ناخذ شو نهاية القراءة هذه، إن شاء الله تكون هي سعيدة، أو شو نهاية العاصفة تبعتكم. إذا أنتوا فقدتوا التوازن رح ترجعوا تتوازنوا. انا اعتقد انتوا زي متحيرين في امرين في شخصين، او متحيرين ان الشخص هذا ليش عمل هيك، او انتوا سكرتوا هذا الباب لان الشخص هذا دخل طرف ثالث بيناتكم. كمان انه انتوا هذه نهايتها انه رح يصير كلام بيناتكم، يعني رح يصير كلام شفاء طيب، يعني مش رح مثلا يصير لا سمح الله عاود فراق او يصير رحيل، لا كانه هذا درجه هذا الشخص تتوازنك يا برج الجوزاء وتوازن الشخص نفسه. هون صح لان برج الاسد، يعني عشان الابراج قلت لكم قراءات مائيه وهوائيه وكل الطاقات موجوده هون. وبرج الجوزاء اكثر شيء ظاهر عندي برج الجدي وبرج الجوزاء. شكرا لكم يا برج الجوزاء، اسف على الصوت اللي عندي، معلش سامحوني. وشكرا لمتابعتكم. اللي عجبه الفيديو اشترك في القناه ويفعل الجرس ويحط لايك للفيديو. وبتمنى لكم مشاهده ممتعه ان شاء الله.